سندافع عن المصلحة الجزائرية، سندافع عن الصناعة الجزائرية، سندافع عن المنتوج الجزائري من خلال مصادقتكم وإعطاء للحكومة أن تكون بلد الطرف تملي وتفرش شروطها، لأنها بلد مؤسس، بدل ما تبقى دائما متأخرة وتجي دائما احنا نقولوا اللي تجي التالي والتالي. وبالتالي انتم راح تمكنونا بالمصادقة على هذه الاتفاقية أن نكون من الأوائل وأن نفرض وجهة نظر الجزائرية. أما بخصوص المحور الثالث، حماية ضحايا عصابات الأحياء، يتضمن هذا الأمر لضحايا عصابات الأحياء حماية خاصة، وتكفل الدولة الجانب الصحي والنفسي والاجتماعي لهم، كما تعمل على تسيير لجوئهم إلى القضاء والاستفادة من الإجراءات الخاصة بحماية الضحايا والشهود المنصوص عليها في التشريع السري المفعول، ويعاقب كل من يلجأ ضدهم إلى الانتقام أو الترهيب أو التهديد بأي طريقة كانت أو بشكل من الأشكال، بالحبس الذي يصل إلى 5 سنوات والغرامة التي قد تصل إلى 500,000 دينار جزائري. إضافة إلى ذلك، ينص هذا الأمر على عدم استفادة من يرتكب إحدى الجرائم التي ينص عليها القانون من الظروف المخففة.